كلمة بديل لها شقين، في شق إن إحنا دواء بيؤدي نفس المفعول بس مش نفس المادة الفعالة، وفي دواء اسمه المثيل اللي هو نفس المادة الفعالة بس شركات مختلفة. دايما بنواجه إحنا مشكلة البديل في الصيدليات، إن دايما العيان بيبقى متوجه من الدكتور على دواء معين وبيبقى مصر على نفس الدواء. أنا بحب أنبه إن الدواء تقريبا هو بالظبط، طالما هو نفس المثيل نفس المادة الفعالة وكلهم متصنعين في مصر في مصانع مصرية، نفس الإنتاج نفس العمالة نفس الصيادلة. في بعض المرضى وهم الأغلبية لما بنرشح له البديل المثيل بيوافق، وبعضهم احنا بنلاقيه يعني نفسيا مش مرتاح، بنتواصل مع الطبيب وبنعرض عليه البديل ومعظمهم بيوافقوا، ما فيش تعنت يعني، مفيش مشكلة. دواء البديل تمام، هو عبارة عن دواء بيكون بمادة فعالة مختلفة عن الدواء الأصلي، لكن الاتنين بيقوموا بنفس العلاج في الجسم تمام، لكن بطرق مختلفة. كمثال، في مثلا دوائين سكر، واحد منهم بيشتغل عن طريق ان هو بيمنع امتصاص الجلوكوز، البديل بتاعه تمام بيشتغل عن طريق ان هو بيكسر الجلوكوز وبالتالي بيمنع امتصاصه. فهي دي الفكرة، الفرق ما بين الدواء البديل تمام والمثيل. المثيل لا، هو مادة فعالة نفس الموجودة في الدواء التاني تمام، ولكن الأسماء التجارية بس هي المختلفة. هو الدواء البديل أهم حاجة في المادة الفعالة، طالما المادة الفعالة بتاعت الأولين الدكتور كاتبه لي هي نفس المادة الفعالة بتاعت الدواء البديل، إيه المشكلة؟ وبعد كده باخد الدواء البديل من الصيدلي ممكن أسترجع بيها للدكتور بتاعي أنا يؤكد لي هذه المادة، وبكده يبقى أنا خدت نفس المادة كده. لو الدواء البديل هو صالح للدكتور بيديهولي باخده منه، مدام يقول هو زي ده زي الاصلي باخد البديل على ثقة منه طبعا، فما برجعش تاني للدكتور اللي هو جايب منه الروشتة. محبش اخد دواء بديل الا بقى لو انا رجعت للدكتور، يعني انا ما لقيتش الدواء ده ولفيت على الصيدليات كلها ومرضاش يديني، برجع للدكتور يديني دواء بديل بيبقى ليه نفس الفعالية ونفس المادة. شطة مثلا دواء البديل نفس المادة الفعالة، نفس المادة الفعالة اللي في الدواء الأصلي، أنا مش هلجأ للدكتور، لأن لو ملهوش أعراض جانبية أنا هرجأ للدكتور لو ليه أعراض جانبية، هتصل بالدكتور أو أخد الدواء أروح أوديه للدكتور اللي أنا متابع حالتي عنده، حضرتك هيقول لي ينفع ولا ما ينفعش.